السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والله كنا عملنا سلسلة كده اسمها خواطر في الاستصلاح الزراعي. حلو، وطبعا بما ان انا واقف في الجبل هنا اهو، بص كده معانا قطعة أرض شغالين فيها، فليا نصيحة ليك يا عزيزي المقبل على الاستثمار الزراعي، ألا وهي إيه بقى؟ لو ناوي تشتغل خد قرارك بسرعة واشتغل. طب ده ليه يا سيد محمود؟ هقول لك يا باشا، علشان أنت أي حاجة بتعملها النهاردة لو بتتكلف جنيه، كمان نص ساعة بتبقى باتنين، كمان يومين بتبقى بعشرة. فإن أنت تاخد قرارك لو أنت فعلا ناوي تشتغل، فده لازم يكون بشكل سريع علشان تقدر تلحق تواكب التغيرات وتواكب الاسعار اللي بتشتغل. ولو انت عامل دراسة جدوى بتقولك ان التكلفة التشغيلية والانشائية 10 قروش، دي بص بالله اشرب ميتها او قطعها وولع فيها، لان ده كلام غير منطقي وغير حقيقي دلوقتي، ماشي؟ لان اي دراسة جدوى موجودة دلوقتي فهي كاذبة 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 وباطلة وليس لها أي أساس من الصحة. وتابع معانا السلسلة اللي احنا عاملينها اللي هي بتاعت خطوات الاستصلاح لطريق الفلاح، تمام؟ هي اسم جه كده، تابعها معايا علشان تعرف المصاريف اللي بتنصرف أول بأول في كل بند بيتعمل في الأرض اللي أنا شغال فيها، أو في معظم الأراضي اللي موجودة معانا وشغالين فيها. لان طبعا احنا بنمر بظروف غريبة، ولو اخفيكم سرا كلكم عارفينها يعني، فمالوش لازمة ان انا ايه اتكلم فيها ونقعد نحرق فيها ونقول كلام مالوش لازمة فيها وكلام مش مظبوط فيها. انت عارف الظروف اللي بتحصل في البلد، وخصوصا ان تقريبا 80% من كل الادوات الزراعية المستخدمة ومستلزمات الانتاج بتيجي من بره مصر، انت فاهم؟ فيعني انا عايز اضحكك على حتة كده. محطة طاقة كنا متفقين عليها كانت عاملة من 4 أشهر 1.5 مليون، انت فاهم؟ بعدها بشهرين بقت ب2.5 مليون، بعدها من اسبوع بقت ب3.5 مليون، والتسعير واقف. اللي هو يا باشا مفيش، ما تلاقيش بقى، شكرا، انت فاهم؟ فدي برضو نقطة صعبة، انت فاهم؟ مثلا متر المواسير كم وليكن مثلا، انا كل ده هقوله لكم ان شاء الله في السلسلة اللي احنا عاملينها. كل حاجة ما يجي وقتها ويجي بندها هيتحكى اتعملت بكام وكلفت كام. ماسورة مثلا متر وليكن 300 جنيه، بعدها بأسبوعين بقى ب500 جنيه، النهاردة بنتكلم في 1500، انت فاهم؟ فده برضو شيء صعب. وقيس بقى على كده كتير، وكان في احد البوستات اللي شفتها اللي هو كان بيتكلم يعني، انت فاهم، او بيلقح او بيذكر الناس اللي كانت بتتكلم عن المجدول وازيكم وازاي الصحة وعاملين ايه. وفي المقابل كان في فيديو لاحد السادة الافاضل اللي انا بحبهم جدا، لا انا اسف مش فيديو، كان في بوست منزله اللي هو انت لو راجل مستثمر كان معاك وليكن 1000 دولار من 4 5 سنين او من 4 سنين واشتغلت وطلع عين اهلك ولميت ارباحك السنه دي، فانت فلوسك خسرانه، انت فاهم؟ مش كسبان، لا خسران. فيعني والنبي يا جماعه الله يكرمكم، يعني هو احنا ما بنتكلمش عشان نشوف مين الصح ومين الغلط، وما بنحاربش بعض علشان مين يثبت وجهه نظره ومين يثبت صحه كلامه. احنا بنتكلم بان احنا مثلا بيقولوا علينا ان احنا اصحاب حلم واصحاب تجربه، احنا بنتكلم علشان ننقل الناس واقع، علشان نفهم الناس الوضع ماشي ازاي، عشان ما نبقاش زينا زي السماسره المضللين اللي كل هدفهم وغرضهم يجيبك هنا في الجبل ويسيبك، انت فاهم؟ فهي دي القصه باختصار كده سريعا يعني. فتابع معايا السلسله بتاعت خطوات الاستصلاح لطريق الفلاح علشان تعرف احنا بنقدم ايه وتعرف الدنيا ماشيه ازاي. حلو كده، وبفكرك بالحجز المبكر على اشجار المهوجني الافريقي، ماشي؟ اللي هو لقمه عيشنا المهم بتاعنا، لان احنا خلاص الكميات فعلا اوريدي والله بتخلص خلاص، عشان ما تجيش تطلب مني بالسعر اللي انا كنت شغال بيه وتقول لي مفيش. فانا الكميات اللي انا شغال عليها خلاص بتنتهي، وهبدا من بعد كده هشوف سعر السوق ماشي ازاي ورايح فين، واروح بقى ايه
بايع بنفس السعر ده. واخيرا وليس اخرا صديقي في الله، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. تحياتي لكم محمود حمدي من قلب الصحراء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.